معرض الطبيعة هو معرض مهم، كل جدا مهم، لأنه ينقل طبيعتنا الجميلة بالعراق بشكل عام، مو بس ببغداد. فالفنانين يعبرون بشكل حر على الطبيعة وجماليتها. العمل اللي اختاريت هاي اللقطة بسبب لأنه هي هاي لقطة مختلفة وبها منظور جمالي كلون وكجو عام، لأنه الناس تشوفها منظور سلبي وجو مؤثر، بس يعني حلو جو فني من ناحية الفن، شيء جمالي جدا. هي النقلة، طبعا النقلة لأنه شوفها باللوحة، النخل قليل جدا، هو هذا الجدار الأخضر المفروض عندنا احنا بالعراق ما موجود، واني نقلته باللوحة، يعني شوف الفسحات المامو يعني فارغة، وكم نخلة وكم عشب وكم يعني فشالات قليلة. الألوان زيتية على كانفاس بحجم 70x90، واستخدمت بعض المواد الطبيعية مثل التربة على مود تبين إحساس الأرض باللوحة الفنية. هذا من استلهامي كفنان، يعني على مود تبين حس الفن يعني، بس ما أخذتها يعني من منطلق علمي أو بشيء.